ننتقل أعزائي المتابعين من الشأن البريطاني والآخر التطورات على الصعيد العربي، تحديدا ما يحدث طبعا في لبنان. مؤخرا أصدر بيان لمطالب المتظاهرين اللبنانيين، هذا البيان يشمل بنودا طبعا تحدد المطالب الأولية للاحتجاجات اللبنانية التي اندلعت يوم الخميس والتي تستمر اليوم، وكانت قد دخلت بالفعل اليوم يومها الرابع وسط أعداد كبيرة من المتظاهرين في جميع أنحاء لبنان، تحديدا في العاصمة بيروت. طبعا أعداد المتظاهرين اليوم كانت الأكبر منذ اندلاع هذه الاحتجاجات يوم الخميس. مطالب المتظاهرين طبعا أصدرها بيان لمنظمات المجتمع المدني في لبنان، نصت على بنود عدة جميعها ترفض بقاء الحكومة الحالية والفئات السياسية الحالية في لبنان، وتطالب بشدة برحيلها وتشكيل حكومة تكنوقراط عوضا عنها. إذن أعزائي المتابعين، نص البيان يحتوي بنود عدة تختصر المطالب الأولية كما ذكرنا للشارع اللبناني، منها إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإلغاء كل زيادات الضرائب في موازنة عام 2019. أيضا دعا بيان المتظاهرين القضاء اللبناني إلى التحرك طبعا لاستعادة المال المنهوب في لبنان. إذا بنود البيان سنذكرها سويا. أولا، طالب البيان بالاستقالة الفورية لحكومة لما أسماها طبعا بحكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية. أيضا نص البيان على تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة، أي حكومة تكنوقراط، من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحكومية الحالية، بالإضافة إلى عدة مطالب طبعا منها إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل، بالإضافة إلى تحسين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه. إذا كانت هذه البنود الأساسية للتظاهرات في لبنان التي طبعا اندلعت يوم الخميس رافضة الوضع الحالي والحكومة الحالية ومطالبة برحيلها الفوري. طبعا هذه التظاهرات اندلعت يوم الخميس اثر فرض ضرائب ورسوم جديدة، الامر الذي اشعل فتيل الغضب تجاه الوضع الاقتصادي المتردي بشكل عام في لبنان.